السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز على قناة ظفر. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. محمد بن راشد: شراكة دبي المتينة مع مجتمع الأعمال نموذجية وركيزة من ركائز تنمية شاملة طموحة غايتها الريادة العالمية. ميلوني: محادثة طويلة ومثمرة مع الرئيس التونسي قيس سعيد. ماكرون في كالفادوس لإحياء ذكرى إنزال نورماندي. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن توثيق الشراكة الاستراتيجية مع مجتمع الأعمال والاستثمار يعد من أولويات النهج الاقتصادي لدبي، والذي دأبت على ترسيخ دعائمه منذ عقود انطلاقا من قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص وإسهامه المحوري في إنجاح جهود التنمية في أي مجتمع قادر على استيعاب متطلبات التميز الاقتصادي ومواكبتها توسيع دائرة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار من الحرص على الوصول إلى نجاحات تعود بالنفع على طرفي هذه الشراكة. جاء ذلك خلال استقبال سموه الثلاثاء بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في قصر زعبيل بدبي، جمع من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، وذلك في إطار المجلس الأسبوعي لسموه. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشراكة المثمرة التي طالما جمعت دبي بمجتمع الأعمال من شركات وطنية ومؤسسات عالمية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، واصفا إياها بالنموذجية، حيث قال سموه: شراكة دبي المتينة مع مجتمع الأعمال نموذجية وركيزة من ركائز تنمية شاملة طموحة غايتها الريادة العالمية، تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص راسخ ومثمر، ومعا تتواصل المسيرة للحفاظ على تصدر مؤشرات الأداء لمختلف القطاعات الحيوية. أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي ينظر للتعليم باعتباره أساس بناء الإنسان والركيزة الأساسية في مشروع النهضة التي تشهدها الدولة. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن منظومة التعليم في الدولة تسجل كل يوم منجزات بارزة على صعيد الاهتمام بعناصر العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وقيادات مدرسية ومناهج وبرامج وخطط تدريس وبنية تحتية تعزز الإبداع والريادة والابتكار، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في نظم التعليم المتطورة في العالم. جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة تكريم الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها 16 في حفل أقيم الثلاثاء بقصر الإمارات في أبوظبي تحت رعايته الكريمة وبتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية والذي كرم الفائزين. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 26 ذو القعدة 1444 الموافق 15 من يونيو 2023. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للمتاحف، ونص المرسوم على أن ترقى سعادة عائشة راشد علي بن ديماس مدير الشؤون التنفيذية بهيئة الشارقة للمتاحف إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديرا عاما للهيئة اعتبارا من تاريخه. كما أصدر سموه مرسوما أميريا بشأن تعيين مستشار لهيئة الشارقة للمتاحف، ونص المرسوم على أن تعين سعادة منال وصفي عطايا مستشارا لهيئة الشارقة للمتاحف، وذلك اعتبارا من تاريخه وبنفس درجتها المالية.
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حريصة على تعزيز شراكتها العالمية وتوسيع أطر التعاون مع رواد الأعمال في المجالات التكنولوجية وتوفير البيئة الحاضنة لأصحاب المواهب وشركات التكنولوجيا الناشئة لتمكينها من النمو تطوير الحلول والابتكارات التي تنعكس إيجابا على حياة المجتمع وتسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال استقبال سموه الثلاثاء سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي الرائدة العالمية في مجال البحث ونشر الذكاء الاصطناعي والمطورة لبرنامج شات جي بي تي وذلك في مركز دبي المالي العالمي. قال سموه إن دولة الإمارات عملت على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ضمن رؤية مستقبلية شاملة قامت على إدراك القيادة لأهمية القطاع التكنولوجي في صناعة المستقبل. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور مؤسسات التعليم والتدريب المهني في صقل مهارات الطلبة وتمكينهم من موائمة متطلبات سوق العمل المتجددة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا واستثمار قدراتهم في دعم نمو القطاعات الحيوية في الدولة وركائز تنميتها المستدامة. جاء ذلك خلال حضور سمو حفل تخريج 95 طالبا من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة دفعة الاستدامة 16 من مسارات النخبة والعام المتقدم في مختلف الاختصاصات المهنية بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي. وأكد سموه حرص حكومة الفجيرة بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للعملية التعليمية بالإمارة ومتابعة مخرجاتها بما يتوافق مع توجهات الدولة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي ومواكبتها للمتغيرات المستمرة والمتسارعة على المستوى العالمي. وكرم سموه الخريجين وهنأهم وذويهم على اجتيازهم متطلبات التخرج بنجاح. فاز معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي برئاسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجرتها الجمعية خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية والذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بحضور ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع وبقية أعضاء الجمعية وعدد من المهتمين بشؤون الموهوبين، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وأعضاء الاحتياط. وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بأعضاء مجلس الإدارة وكافة المنتسبين للجمعية مؤكدا أنهم بذلوا خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات التي تصب في رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم خصوصا في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وأوضح معاليه أن الجمعية سوف تحتفل بيوبيلها الفضي الذي سيصادف يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر المقبل. وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بتنظيم دفعة جديدة من برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية والذي نظمته المؤسسة في المملكة المتحدة بالتعاون مع معهد المديرين بلندن ومعهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو 2023. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News.
أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محادثة وصفتها بالطويلة والمثمرة مع الرئيس التونسي قيس سعيد في إطار زيارة مؤسسية مهمة للغاية بدأتها إلى تونس. جاء ذلك في بيان لميلوني عقب اجتماع دام ساعة و45 دقيقة مع الرئيس التونسي، حيث وصفها سعيد بأنها امرأة تقول ما يفكر فيه الآخرون، مضيفا مرحبا بميلوني في قصر قرطاج مقر الإدارة الرئاسية. توجه الكويتيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 7 انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ عام 2012، مشددين إلى الحاجة لإصلاحات وإنجازات واستقرار سياسي. ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لولاية مدتها 4 سنوات في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كالفادوس شمالي فرنسا للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى 79 لإنزال النورماندي، وهي ذكرى إنزال الحلفاء على شاطئ نورماندي شمال غرب فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تواجد المحارب الفرنسي ليون جوتيه أحد الجنود الذين شاركوا في إنزال النورماندي، ففي 6 يونيو 1944 نزل أكثر من 150 ألف جندي وقوات مظلات الحلفاء على شواطئ النورماندي لتحرير فرنسا والقارة الأوروبية من الاحتلال النازي، وتوفي أكثر من 10 آلاف جندي هناك. وكان هذا اليوم نقطة تحول في مسار الحرب العالمية الثانية والعملية الأعظم في التاريخ. أما اقتصاديا، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية معالي فان بين تشينا رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقيتين إلى آفاق جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، خاصة بعد إطلاق المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، والتي جرت الجولة الأولى منها في العاصمة الفيتنامية هانوي في 5 يونيو الجاري. وقد تطرقت المناقشات التي جرت بين معالي الزيودي ورئيس الوزراء الفيتنامي إلى آخر مستجدات استعداد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي مطلع عام 2024. أما رياضيا، عالم دبي للرياضة موسم جديد بدأ من 1 يونيو ويستمر حتى 10 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. نتابع. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز على قناة ظفرة، هذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد: شراكة دبي المتينة مع مجتمع الأعمال نموذجية وركيزة من ركائز تنمية شاملة طموحة غايتها الريادة العالمية. ميلوني محادثة طويلة ومثمرة مع الرئيس التونسي قيس سعيد. ماكرون في كالفادوس لإحياء ذكرى إنزال نورماندي. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز بأمان الله.